السلام عليكم حبايب القلب ومساكم الله بالخير. الطيور صارن بالمزرعة خطفة سريعة. بريدة من عندك قبل لا تشاهد الفيديو انزل خلني لايك الفيديو، والما مشترك يشترك، واريدكم تشاركون هذا الفيديو لكل اصدقائكم وقاربكم. لو كل واحد يجيب له واحد كان هسه احنا عابرين الميتين. ما وصيكم اخوتي دعمكم للقناة، سولي واهس اكو شغل كلش هواي قاعد يصير بالمزرعة، ويلا شاهد الفيديو. يا الله مساكم الله بالخير حبايب. جبت التور الزراعي، جبت 20 متر، شوفوا باكر ان شاء الله نبلش نشتغل بيها. وقلتولي محمود لا تكرك، وإل ما انكركت لا تكرك، وإل ما انكركت الجو حار والجو حار عادي. ومنا صار هواي النوبة، ابشركم واحدة مكسورة. اي واحدة مكسورة، ما تردون اكرك؟ قلنا لين وين سحنا يا ولد؟ زي 2 4 6 8 10 زائدات 2 للونس اخوان، احنا ردناهن فقط بس للونسي. وانا هسه بعد ما احتاج اني راح انقل الدجاج كله، انقل الخانات كلهن، فحكيكم صحيح. المن حاطين كركن، يلا قوموا ومن عيم انت همين، وقوموا بعد قوموا كافي بياض. لا ضل صرخين، لا ضل متابعي ما يقبلون. زين متابعي ما يقبلون، باكر عندنا شغل كلش هواي كلش هواي اخوان. الشغل اول بدايه ننصب التور الزراعي. خلصنا من التور الزراعي، عندنا كهرباء ناسس، وعندنا هذه الارضيه نحرثها ونعدلها، وعندنا زرع لازم نجيب ونزرع، فعندنا شغل كلش هواي ان شاء الله. باكر ان شاء الله نكملها باكر على مودلا هاي. يا باكر كملناها اخوان، ننقلها بدني بالفقاسه بعد ما نحاطن اعتياد. هسه يمكن شد والله ساي بيها خيط شد. خذ بالفقاسه. بالنسبه للفقاسه يا ولد، عندنا فحص بيض، عرض افحص البيضات كلهن واي لحد الان ما ذابها بعدني بيضة ما فرق. يعني المزرعة لهتني هذول قبل اشغلهم بالقلاب، خليها منا بعدين افحص البيضات فد مرة، والماشات اذبه، والبقية اصعدهن بالقلاب. انه هذني لقيت كم بيضة؟ قلنا 2 4 6 8 10 بيضات، 10 بيضات، وهذه ميتة ببطن البيضة. بعدين نفحصن يا ولد. من فحصتها ادري بيها فرخ. اي شوفوا بيها وميت. هذا هو كامل. هاولة جاي افحص بالبيض، شوفوا الشاد والما شاد. صلوات على محمد وآل محمد. اكو تفقيس، شوفوا زين التفقيس ها من الفوق، شوفوا هسه هاي شاد دكتها على صفحة. خليني اكمل فحص وارجع لكم. بالنسبة للوجبة الاولى ثلاث بيضات شادات وعلى باب تفقيس، وواحد طلع من عندهم. الوجبة الثانية بيضتين بس شادات، الجو الدجاج خليته هنا، وهذا البيض كله ما شاد. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 بيضه ضبط ما شادات، ومن ضمنهم 1 2 3 بطل بطريق. الحمد لله على كل حال، الحمد لله. انت شكلك قبل للمزرعه الجديده. ابي القلب مساكم الله بالخير. ضربه هواء كلش قويه تشيك بها المحميه. لا معليش اخوان، قويه والله قويه. فاخوان بس تطيح الشمس شوي، ابوي هسه انا واقف الشمس. يابا يا ابوي، ابو عش كبرها بعودها ما شاء الله ما شاء الله، كفرانش حلاوتها صايره. بس تطيح الشمس على مود نروح ندق التور الزراعي ونبلش شغل. هل مستعدين للعمل يا رفاق؟ سنذهب. عجبتكم هاي ما سنذهب؟ يلا ناخذ هذا الغراض وناخذ نكمل على مود الباب. الباب عندنا نقصه، وهو شغل هو شغل. فاهم شيء السقيفه يا ولد على مود، اذا كملنا باكر الصبح من تقلات ان شاء الله. ذيك الحلقه وصلنا للباب، كملنا الباب ودقينا الدنقة، قلت لكم لحد ما تيه بس بعد على مود ادقن هاي الصفحة. فهسه راح ابلش بيه. عندي شنكوات اثنين، هذا هنا هاي وحدة وهاي وحدة، يجن هنا فيت. شو بقى عندنا؟ بقى عندنا التور الزراعي يا ولد. التور الزراعي ما اعرف شلون راح اشده على الدنق، يعني اسوي ناصي. اي ماكو غير هذا الحل اخوان، يعني على هاي الدنقة على النخل. النخلة باع اشوف هسه هاي وباعوا هذيك، كل واحدة بعيدة عن الثانية. أقل شيء هذا 10، أزيد من 10 مترات، 15 متر من هاي لهاي. يلا سفيفة 15، ما أدري يا ولد. فهاي النخلة والله هاي وضعيتها كل زينة، وهاي إن شاء الله راح نعتني بيها إحنا. هاي راح نعتني بيها هي وهاي البرحية هم كذلك.
فاخوان هسه اول بدايه شغلنا راح يصير نكمل هذه، نكمل الباب، نشتغل قفل، نقص هذا تشينكو الزايد. قلتوا لي قصه محمود، واكو بيهم قالوا لي لا حط هنا بياضات، هنا بياضات مال الدجاج. يا اخوان بياضات ما سويت، تسوي لهم من طين ورتبهن ترتيب حلو. جزء هذا كله، بس هذا كله بدي اسوي زرع انا مكان يعني خاص، وعندي هذني الفتحات. شوف هسه هاي الفتحه اريد اسدها، هذيك فتحه اريد اسدها، باعه هواي شغل بيها بعد، هواي شغل. فاليوم ان شاء الله اكملها، ما كملتها باكر ان شاء الله مكملها وناقل الدجاج. يعني بهاي الحلقه راح يجي هناني، وكتبوا لي بالتعليقات من هسه يا اول طير راح يطب هاي المزرعه. ما راح احكي لكم، راح من اكمل قبل اول طير اجيب هناني اخلي اقول لكم. ها من الكتاب الصحيح، بالله كتبوا لي بالتعليقات يا اول طير راح يجي هناني من المزرعه من الدجاج. هسه خلينا نبلش بهاي. حبايب نقصت السفيفه، فراح اجيب السفيفه على مود تركب من هنا. شوفوا ايش قد ما تتنسمت، خدت تنسمت كده. بس المهم هذا المكان اللي صار. شوفوا شنو رايكم بالمزرعه الجديده يا ولد؟ حكي بيناتنا صارت رهيبه. خلنا نروح اجيب الكهربائيات، لان اخاف عندي شغل بيها بالليل ما كملت. اجوا المتابعين هم نظفوا ويانا يعني الارضيه وجواد واني. شوفوا كملت الفتحات، كملت الفتحات مال ذني، ما عندنا شيء اخوان. خلينا نروح نجيب سفيفه واجيب اضاءه اناره. ها قولوا لنا رايكم بالمحميه. لايك جويد، لايك لايك يا معود لايك. شنو السالفه؟ شوف احلى شيء بالمزرعه صار مفتاح بيه. شوف سويتها من الساعه، ما راويتكم اياها.
فطبيعي جيت اكمل. ها شنو تزوقني؟ جبت شمعات ابو الاربع خطوط اثنين، وجبت لين الغراض الوايرات، وجبت بقية السفيفة، وهاي نقطة مال الكهرباء. راح اسس اول بداية كهرباء. الكهرباء التأسيس راح يصير هنا، عاود بنطب من الباب قبل هنا يصير. كملنا الكهربائيات مؤقتا، شوفوا ربطت شمعة هنا والشمعة هناك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. مؤقتا اخوان، مؤقتا على مود الشغل. هاي ما اشتغلت ليش؟ بسم الله، صلوات 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 على محمد وآل محمد. اخوان التور الزراعي ما اشوفه ناجح، يعني هذا يغطي الشمس هاي الظهرية القوية، فاحتمال ما ادري اخوان راح اسوي سقيفة هنا كاملة، يعني من قصب او باريات اجيبا، يعني من هنا تجي اللي هنا هاي كلها تسقف. فهسه خلنا نكمل التور الزراعي. مساكم الله بالخير. كل ما التهي بالمزرعة الجديدة انسى سالفة الطيور، مو انساهن اكل وماي، لا انطيهن مثلا قبل لا اشتغل انطيهن اكل وماي، بعد ما اصعد لهن. ليش؟ اقضي يومي كله يم المزرعة. نايمة نايمة على البيضة مات الفاخت الملكي. قعدتي قعدت من النوم قعدت. شنو هنا الأخبار؟ هنا مبيضة، اي ما شاء الله مبيضة هنا، ومبيضة عندنا هناك زوج، ومبيضة هنا زوج، خير من الله. شفتوا السمان الملكي زوجة السمانة العادية. يا شو تحاكي مسلولي ملت. انا كملت الشغل مات التور الزراعي، هسه اروح اصوره لكم. بس قبل لا اروح خلينا نشوف الفقاسه شنو اخباره وشنو اخبار الفقاس بعد. لو لا اروح الفقاسه بعدين نجيكم للمزرعه. فقاسه بسم الله الرحمن الرحيم. لسه بس واحد، اي بس واحد بيثين خليتهن جدد، ظلت اجيبا واخلي اجيب واخلي بيثين مدري ثلاثة. صلوات على محمد وآل محمد. تع 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 شبيك شبيك شبيك. ما شاء الله ما شاء الله زين. ماكو تنقير، ما منقرات، لا ما منقرات، لا ما أعرف ليش تأخرن، مدري هذا مستعجل وطلع ما أدري. نسبة الباكر إخوان، خلنا نشغل المبردة على دراغون. هذين الخانات يرحن، الأرنب عندنا مات هذي فدوة إخوان الحمد لله وشكر. ما مقسوم. الكتاكيت كلهن يرحن، والسمان كلهن هم يرحن بالمزرعة الجديدة. بس شنو أريدن والله هاي أريد أسوي لي سقيفة هناك إخوان. شنو هذي شنو مفوق؟ السلام عليكم. يقولون محمود أكو بيض فوق. ماكو بيض، لا ماكو، ما اشوف اكو بيض. اخوان على مود السقيفه اريد اسوي لي سقيفه هناك اخوان. التور الزراعي ما جاي يحمي، لا والله ما جاي يحمي عن الشمس. انا اشوفه هيك باكر يبين، باكر بالنهار اصوره مشون المزرعه نسوره. انا بملوتي كلهن دايحات دايحات برا. شنو شرفكم هسه؟ هذا هم ارنب محسوب الي، لو للوادم هذا محسوب، محسوب للطبيعه ترى، هذا ما محسوب الي. مفتاح المزرعه، مفتاح جراج حويدر. يا حي الله بجراج حويدر. شوفوا باب نظامي ومرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. شوفوا التور الزراعي ترى هو عالي، بس انتو بالتصوير يبين ناصح. شوفوا شوفوا هذا ويا راسي هسه، واو يبين ناصح. خلنا نراويكم هسه، شوفوا يبين ناصح بالتصوير. فراح ابقيه، يعني ابقيه هنا يظل ما اشيله. ايش راح اسوي من هاي الدنقه لهاي الدنقه؟ يعني هنا نسوي دنقه تيجي تربط ويا هاي، وهاي كلها تصير سقيفه. بس يمكن اخوان احش القصب، ما اعرف والله اخوان، يعني اسويها من قصب بس يطير بالهواء، اشد بسيامه يطير بالهواء. شنو
بعد عندنا شنو بقت عندنا؟ بقت عندنا هذه الفتحه سديتهن، بقى عندي هنا شويه وهنا شويه وهنا شويه، وهذيك سديتها بقى هنا شويه باقي، باكر ان شاء الله يتحول شق وطير عندي بالمزرعه. اول ما اجيب الخانات، الخانات وين يظلن؟ هناك ما ادري والله اخوان، لازم اسوي السقيفه قبل لا اجيب الخانات. فانتهى عمل جراج حويدر مال هذا اليوم، جراج حويدر مو؟ فاخوان تبين من هنا الباكر يبين الظل اللي موجود عن الشمس، راح اجي لها الظهر كلش واشوف الظل اللي موجود، هل راح يسمح اجيب الطيور هنا؟ لو ما يسمح فنطفي الاناره لان ما نحتاجها بعد. رد لاهلك، رد لاهلك، روح هناك الراعي مالتك محمود هناك بيتهم جابك هنا. حبايب القلب مساكم الله بالخير، دفع الله ما كان اعظم، الديك اللي جالي هديه مات. الحمد لله اخوان، الحمد لله شكر. فمشونا مدار الشمس باعوها عموديه كلش، يعني بحرارتها بقوتها بنزلتها، هيك بدي اقول هي وجهالها طلعت لنا. فمدال هي وجهالها يا وليد وكبران بعولها ايش حالاتها صايره. خنروح نشوف شنو اخبار التور الزراعي، يحمي عن الشمس لو ما يحمي، الفرق بين الاثنين ماكو فرق، خفيف كلش اخوان، الشمس الطب ماكو بكل شيء، ما حاط تور زراعي، لا ما حاط تور زراعي، شوفوا شمس قويه ما ترهم يا ولد ما ترهم، يموت انذني، لازم تسوي لنا سقيفه. يلا نحول الدجاج، هي سقيفه اخوان باعوا يعني موتن، شو تقولون انتم؟ اتياد هسه تقولوا لي ايهم محمود هم يموتن لان يعني الشمس، وهاي ما بيها مصد ما الشمس، بس هاي النخله مسويه فيها هنا ما شاء الله الحمد لله، عندنا شويه هنا نخله. فيا ولد السقيفة لازم نحاول اليوم نشتغل بيها، شمس حارة اخوان، شمس حارة تقتل والله، ما عندنا فياي زين شوفوا. لا اخوان سقيفة ان شاء الله، سقيفة نسوي لنا سقيفة مرتبة هذيك الزاوية وخلاص بعد، يعني تور الزرع راح اخليه بس للزرع فقط. مساكم الله بالخير حبايب، هاي رجع رحت اشتري باريات، قلت باريات اشقفها شوي بارده وحلوه، فالولد قال لي ماكو محمود صار الاسبوع ما جايب، قلت له شو وقت تجيب؟ قال مده اسبوع بعد، يلا وصيت يلا يوصل لي، اسبوع كامل انتظر. فايش قال لي الحج؟ قال لي مو عندك هذه؟ اذا طبقت ثلاث طبقات ما يصير فياي؟ قلت له يصير، قال طبقت ثلاث طبقات سوي فياي الهن على ما تحول انت، مو بس تحولهن، قلت له بدي احولهن انا، عم بدي اشوفهن شنو يحتاج ما يحتاج، مسبح حوض خانات اسوي شغلات حلوه، فراح اسوي بمكان واحد بس تور زراعي، مثلا 6 مترات ب6 مترات تور زراعي بس الهن يحميهن عن الشمس القويه هي شمس الظهر. بعدين يجن الباريات راح ارجع التور الزراعي من اجيب انزرع. فاول بدايه خل نروح هسه نشتغل التور الزراعي، يعني نطبقه ثلاث طبقات ونعلقه على مدار الشمس موجوده. الفياي ما يطول، شوف هسه هنا كله صار فياي داير ما داير المزرعه، وهاي السقيفه سويتها مؤقتا اخوان، راح احول الدجاج انا، عندي هاي الفتحه اسسدها وهاي الفتحه اسسدهن، ها وبعد ما عندي شيء هذيك، وراح احول كل الطيور هنا. نبدي نشتغل شوي شوي، فكره من عندي وفكره من عندكم، انا اريد ان هسه افكاركم تكتبوا لي بالتعليقات افكاركم، فاكو افكار قويه كلش راح اسويها اخوان، كمسبح هو شغلات، يعني احتمال اسوي منظومه رذاذ هنا، احتمال شو اسوي؟ شنو رايكم اخوان؟ صدق تشادر اجيب التشادر الازرق لا شايفينه مثل اللي خليناه على المحميه، بس يجي ثاني اضبط من عندي، ودقه مناني وصاعد هيك اربطه بيك النخله وبهاي ذيك النخلة الثانية، شوفوا هذا يعني هيجي وينزل، شنو رأيكم بالله اخوان؟ كتبوا لنا بالتعليقات. بس قلت لكم يا أول طير يطب المزرعة الجديدة، منو كتب لي صحيح؟ خلي يقول لي بالله، جبتها وياي أنا. بسم الله. أول طير يطب المزرعة هو أول طير جبته للمزرعة. المزرعة ماتي. أم نعيم. حياك الله ام نعيم، لا تطلعين ام نعيم، هي كركي هسي تدري الابيضات نام عليهم، بس على يا ضيم على يا حر يا ام نعيم. ام نعيم اول طير
طب المزرعة لأن هي تستاهل. اخوان كملت الفتحات شوفوا داير ما داير المزرعة، بس ما يظل هيك لا، كله أصب أصب يعني أصب بجبينتو كله، وأرتب عمود لا تبقى فتحة ولا أخاف من شي طبلي. وأقدم دجاجة هي إجت يوم منعيم شوفوا حمدية، حمدية مرة ما معدلة روحها، شوفوا مرة ما معدلة روحها، مو مثل منعيم، منعيم شوفوها كبيرة بالعمر بشنو مدارة روحها بالخلطات بوتوكس ونفخ ما شو يسمونه ذني، بس لا حمدية كلش هاملة روحها شوفوا حتى هدوهم شديدة. طبعا بعد للمزرعة بطاتنا الحبيبات اللي تعبنا عليهم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، صلوات على محمد. طلب طريق شوفوا نسلهن جناحاتهن كلهن نسل، عزيزات هذني من الحبيب اخوي فرات الصياد تتذكرون عليهن جابالي ثلاثة صغار بعدهن كلش وانا ربيتهن، الثالث هم فحل طلع وديت يم ماجد وباقو ما يخافون من الله، فجاي اجيب لكم واعرفكم على الحلال مالتني. وهذا الزوج من الحبيب ابو كيان، هذا الزوج الشوكي ما شاء الله ايش قد ما ذبيها ما يبينن، هذا القصب كله ينحش وما يهني يصير منين من الشط، اخلي غطاس اخلي مداور يوصل ماي للمزرعة ويرجع، يوصل ويرجع بالحوض، فغطاس راح اسوي مرتب وماي نظيف. يلا بشباب المستقبل حياكم 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 بالمزرعة حياكم، يلا 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 منا منا منا، روح شرب ماي روح روح شرب ماي، تعبت تعبت وانا اركض وراها على ما قضيتهن، ابن التهجين ان شاء الله طويل صار كبرا اخوان، هذني شباب المستقبل ان شاء الله بالشتاء، هذني كم دجاجه واحدة اثنين ثلاثة اربع دجاجات واربع ديوتشه او ثلاثة اثنين ثلاثة ديوتشه اي ثلاثة ديوتشه واربع دجاجات خير وبركة، ومن ناجيت من طيور همينة بعد راح اجيبن ان شاء الله ما شاء الله، بس ما يبين اخوان بالمزرعة ما يبين كبيرة شوفوا اهم حياهم حياهم حياهم، يلا 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 حياكم حياكم حياكم، جاي اتعب اخوان على ما اكظم نشرات كلش نشرات، بالمستقبل ان شاء الله هنا هواي شغلات راح نضيف، مسابح مثل ما قلت لكم، بياضات خانات شغلات حلوه، ماكليات حلوه، مشربيات حلوه، بعد افكار هواي اخوان افكار هواي، واريد هم افكار من عندكم هسه، انا اجبوره واجبي روح ام رقيبه روحي روح، وانت ما اعرف عن حياتك اي شيء، نسوان الصقع بيك مو لقي لك زلمه، زين زين جاي كثرا زين، هاي من يتذكر عليها اللي طقاها ديك عوج رقبتها بس تحسنت اخوان بعدها، زين يعني روح انت والله خبصينا روحي، لا لا زين اخوان كثرا كثرا وكان يكمل جراج حويدر جبت الكتاكيت كلهن خليت نهاية المشربية ما شاء الله شوفوا ماي من الشط، فأخوان بقى المسبح بعد نفكر بالمسبح نفكر بالبياضات نفكر بالخانات نفكر شلون نزرع لهم بعد هيك، فالترتيب راح يصير على اليمن على المسبح أول بداية، فان شاء الله نكمل مسبح حمل الدجاج شربه من عنده وهم البطيات، وان شاء الله راح اجيبن بعد بش المصري
راح اجيب بش المصري عم نسوي بياضات اخوان، ما اشيل بيض مالتي المصري ليش؟ لان يعني هو يكرك على البيض مالتي. البياضات اخوان راح يصيرن هنا، اي هنا راح يصيرن البياضات، نبنيهم بنيان ومرتبات وقاطين، راح تشوفون الشغل ان شاء الله، راح تشوفون الشغل منه وهيك، راح يصير شغل كلش هواي بالمزرعه. اخذ راحتك بعد دراغون، اخذ راحتك هناني، خوش اخذ راحتك كلش. الاخير بقى عندنا دراغون وبقى عندنا السمان والكتاكي ضالات هناني، لحد ما اضبط السقيفه 100% انه بيتحول دراغون ويتحول الكتاكيت والسمان هناك الخانه. ولك دراغون، دراغون وجبه الاكل مالتك اليوم غداك تاخرت عليك، صار عصر ما مغديك انا بعدني بس ريوق. يلا هسه اجيب لك حبايب القلب، مساكم الله بالخير. روح جبت صواندي وجبت هاي التوصالة على مود قبل من البيت اللي هنا الماي يظل مفتوح دوم. شو مفتوح محمود؟ راح اسوي حوض هنا، مسبح راح يصير بهذا المكان مالتي. المسبح شنو راح يصير؟ الصواندي الصب من هنا، ومن ينترس من قريب ينترس بوري يذب من هنا للشط، وبوري جوه للتنظيف. فراح ارتبه ان شاء الله بالحلقه الجايه، راح تشوفون يعني الحلقه راح تصير طويله، فالفيديو صار عليكم طويل، خليه على الحلقه الجايه. راح نسوي مسبح للبطات، وهم من الدجاج يشرب بعد ما صاعد. مو امك هاي، مو امك، مو امك، مو امك. نايم على البروده، نايم على البروده. مثل ما قلت لكم اخوان ان شاء الله بالحلقه الجايه راح يصير ترتيب كلش حلو. ضمن الشغل يراد لنا معالف بعد احنا نسويهم بيدي، ان نكون تحت تحت. من ضمن الشغل يراد لنا معالف يا وليد، ايش تشب القاع؟ لا نسوي لنا معلف يكون كلش كبير وحلو. تحت 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 تحت. ايش حالات هنا؟ ما شاء الله ما شاء الله. بالعافيه اكلم اكلم. تغدى تغدى اليوم، يوم اتأخرت عليكم تغدوا. هاكم 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 هاكم. زايد 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 زايد. يبقى عند اخوان الزرع، هذا كان عملنا مال هذا اليوم بالمزرعة. بقى عندنا الأرانب، شوفون بقى عندنا الأرانب والكتاكيت اخوان كبرن ذني، فحل ما لحد ما أكمل السقيفة اخذ هناك بالنهار طبعا، وبالليل لا ينحبسن بالخانه مالتنا. سوى الخانه الجوه الهن على مود يتعلمن ان هذا بيتهن مركز مكانهن باتن بي. فمثل ما قلت لكم نكمل السقيفه وناخذ الخانه كلها، السمان والارانب نسوي لهم بيت او نهدهن بالمزرعه. بالنسبه لهذا الكتكوت، بسم الله الرحمن الرحيم، ينتقل هناك وهذا من البيضات صعدا للقلاب. وحده اثنين ثلاثة، وانت تعال. هذا اني ماكو احتمال ميتات ببطن البيضة مختنقاتي، اي ماكو. فتعال حبيبي روح هناك يا مربع. والله يا الحبيب ردتك تروح هناك قبل، فبعد شاعت الامور وظليت هناني ويهبني الكتاكيت اني يعلمني يشرب ماي وياكل. فهسه اصوركم المزرعه بالليل. اريد قبل لا انهي الفيديو اراويكم المزرعه بالليل وفيها الطيور. هيت انا دفعت. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وال محمد. شوفوا بس هاي الشمعه راح تظل، هاي اطفيها على مود الطيور هنا نشرب الماي ياكل من جوعان بالليل. الاكل ضار على حطته، شوفوا الاكل ضار على حطته، ومتجمعات هنا والكتاكيت برا جوا امهن. خلينا نفتح الباب اللي يطب، خلي يطب، خلينا من جوا الكتاكيت احسن لهم، خلي الباب مفتوح. وهذين الطيور متجمعات هنا ما يقدرون يطفرن، لا ما يقدرون يطفرن، خليهن على راحتهم. نروح ننهي الفيديو يم المحميه مات الطيور البسطح، نطفي هذه. قلت لكم نخلي بس هذا مشتغل، وهسه نقول للطيور الصبحون على خير. قعدنا هنا القبش، القبش تقولون يا ولد كتبوا لي بالتعليقات احولهن هسه لو اخليهن بالمحميه مرتاحات على ما يكبرن بعد شويه واحولهن. هذن هنا شوفوهن
فاكتبوا لنا بالتعليقات. وما عدنا شيء ان شاء الله، كملنا من المزرعه على مود نشتغل بالخانات، ها بعد نكمل بياضات ونكمل المسبح. بالفيديو الجاي راح نشتغل على مسبح البط، نخلصه النوب نتجه لو للمحميه لو نتجه للبياضات مات الدجاج. واحتمال السمان الملكي اعزده ابخان، ولا هو فايدني ياكل النمل اخوان، يفيد السمان الملكي يفيد هنا ياكل النمل، ما يخلي النمل يصعد للطيور. واتمنى الحلقه عجبتكم، هواي شغل جاي لنا وما راح اقصر وياكم باي شيء. ونقول والى هنا يا حبايب القلب، نكون وصلنا وياكم الى نهايه حلقتنا مال هذا اليوم. لا تنسونا باللايك والاشتراك، اخوكم محمود. مثل ما قلت لكم اخوان، شاركوا الفيديو.